السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت عايز تنزل نسخة مجانية من 3 دي ماكس، ما تدورش في المواقع والكراك والحاجات ديت، لا، في رابط أسفل الفيديو هتدوس عليه هيديك إن أنت تحمل نسخة مجانية إديوكيشنال، نسخة تعليمية، ما تفرقش نهائي عن النسخة العادية خالص، ما فيش أي اختلافات. الفكرة بس كلها إن النسخة العادية اللي هي الناس بتعملها كراك أو تشتريها أو كده بتبقى فيها لايسنس، فمسموح للشركات انها تستخدمها. النسخه التعليميه تستخدمها كطالب، كواحد فريلانسر شغال شغل بسيط، شركه صغيره تحت السلم، انما لو شركه كبيره لا، اوتوديسك بتيجي والمصنفات بيجوا كده. فهي النسخه دي ما فيهاش اي فرق بينها وبين النسخه العاديه، ما فيش حاجه ناقصه خالص. فانت اول ما بتفتح الموقع بتعمل لك حساب، وبعد كده بتختار الاصدار اللي انت عايز تنزله، وبعد كده بتختار النظام بتاعك ويندوز كام، وبعد كده بتختار اللغه، وبيديك بقى السيريال نمبر والبرودكت فيه. كل الحاجات دي قانوني، يعني اشتغلت بيها كطالب او كواحد بيشتغل شغل خفيف ما فيهاش مشكله. وبعد كده بتقول له انستول ناو او داونلود ناو. انستول ناو يعني هيبدا يسطب من اول ما ينزل، هيديك ملف صغير ويبدا يسطب. داونلود ناو هيحمل الملف كله وبعد كده يبدا يسطب، تمام، حسب سرعه النت. لو سرعه النت عندك قويه قول له انستول ناو، تمام، هيبدا يسطب على طول. داونلود ناو هيحمل الملف كله، وده اضمن بحيث ان النت ما يقطعش معاك. فانت مثلا كنت تقول له انستول ناو، ايوه، تقول له اي اكسبت انستول، وبعد كده تحدد المكان اللي هتسطب فيه، وكده خلاص تحمل معاك نسخه اصليه، بتقعد معاك 3 سنين من غير اي